اسمي أحمد سلام جمعة، طالب في كلية الآداب قسم اللغة العربية. حاليا أدرس في ماجستير فرع اللغة سنة تحضيرية الأولى، عمري 25 سنة. كان ذلك في عندما كان عمري 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي، نتيجة لعملية جراحية لم تتوج بالنجاح. أثناء العملية حدثت مضاعفات ما أدى إلى فقدان البصر كليا بدلا من أن يكون فقدان جزئي. حالة بتنتقل من فقدان جزئي إلى فقدان كل البصر، أكيد راح تواجهك صعوبات، لكن الحمد لله يعني مساعدة أهلي وأقاربي في الحياة العامة وأصدقائي وأساتذتي في الحياة المدرسية، الحمد لله قدرت أتجاوز كل هذه الصعوبات، يعني وإن كانت بعض الصعوبات قائمة من البداية لحد الآن. خوف من انه ماذا ستكون عليه دراستي، كيف ساكمل الدراسه، خاصه يعني انه انا يعني اكملت دراستي في مدارس الطلبة المبصرين، المدارس الاعتياديه، لم ادرس في مدارس خاصه بهذا النوع من الطلبه، فكانت الصعوبه يعني كلما تقدمت في المرحله الدراسيه وتقدمت المناهج كنت احس يعني بخوف انه ممكن اتوقف. عندما كنت الاول على القضاء ومن العشر الاوائل على المحافظه، فهذا كان حافز لي انه لا انه واصل النجاح، فبدا طموحي يعني يكبر وانه لازم اكون دائما من الاوائل. قدمت اكثر من بحث، ولكن ابرزها كان بحث تخرجي الذي يقارن بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، متخذ من ايات القران الكريم انموذجا، وقد حصل على المركز الاول على الجامعه. طبعا الماده المكتوبه أول شيء لازم أحولها إلى صوت، وهذا الطريقة نتبع يعني وسائل، إما أنه شخص يقرأ لي، طبعا تكون والدتي تفتح الكتاب وتقرأ المادة المكتوبة بالكتاب وسجل صوته وأحفظ، أو أنه المادة تكون عندي بصيغة وورد، وهذا الحال القارئ الشاشة أو فويس أوفر بالتليفون مالي يقرأ هذا الشيء، أو أنه أحول الكتب أصورها وأحولها خارج العراق إلى مشروع مطر. طبعا يعني هم يتطوعون تحويل هذا المادة إما إلى وورد وإما إلى كتب صوتية، أو أنه أحصل على المادة عن طريق الانترنت تكون متوفرة على شكل كتب صوتية أو محاضرات صوتية. أحيانا صادف عندك امتحان يعني بنفس اليوم، فمرات أوصل بساعات القراءة إلى 18 ساعة وأنام 6. للنجاح في كل عمل وهي شرط في البحث، فإذا فرض عليك البحث فرضا فقط.